جاليه المغربيه في اقوى رد على بسمه بوسيل بسبب تامر حسني طلع من عقد الجليله. الخلاصه عم بحكي اول شيء ظلمتنا بس سبحان الله دايما يعني انا ليه موتره بس شفتك شوفي. خرجت مشهوره مواقع التواصل الاجتماعي المغربيه جليله عن صمتها وهجمت الفنانه المغربيه بسمه بوسيل بعد تصريحاتها في برنامج على المسرح. لانه هو وزوجته انا شو دخلني، ما هو اذا انكسرت كبايه بالبيت بيقولوا جليله السبب. وفي التفاصيل نشرت جليلة مقطع فيديو ظهرت فيه غاضبة من تصريح بسمة بوسيل بعدما قالت أن علاقة جليلة بتامر إشاعة، وردت قائلة طلعت بالبرنامج وقلت أني أنا طلعت الإشاعة لمصالح خاصة، هيدا الشيء ما بيعني أنا تخطيت الموضوع وأنت عارفة أنه ما عم جيب سيرة هيدا الموضوع، طلعيني من راسي وطلعي من عقدة جليلة حتى تعيشي بسلام. بما أنه جابت سيرتي أنا اللي حق الرد، فمرة ثانية رجاء إذا أنت حابة تطلعيني في شغلة عشان تطلعين ترند anyway انا وصلتك للشيء اللي انت حابه توصلي له اوكي، وراح اعلي لك ريت البرنامج شوي عشان الناس تفوت تدخل وتشوف البرنامج. يلا عيد، اعلي لك ريت البرنامج شوي عشان الناس تفوت تدخل وتشوف البرنامج. يلا عيشي تمام. فمره ثانيه يا عزيزتي راسك هذا شفتي راسك، طلعيني منه والله، طلعيني من راسك وطلعي من عقده جليله خلاص، لان انا نسيت الموضوع، نسيتكم ونسيتك، فانسيني يعني انسيني، اطلعي من عقدة جليلة عشان تعيشين في سلام. وكانت قد كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن إمكانية رجوعها لصديقها الفنان المصري تامر حسني مؤكدة أن عودته ما مسألة وقت. وقالت بسمة خلال حلولها ضيفة على برنامج على المسرح مع الإعلامية منى عبد الوهاب إن حديثها عن التحرر تم فهمه بشكل خاطئ، فعندما قالت أنها تحررت بعد الطلاق كانت تعني التحرر من أشياء كانت تسبب لها ضغطا نفسيا. لا هو هيتحقق بجد والله. يا رب امين. انت مبسوطه اكتر مني. ايوه. ولافتت بسمة بوسيل الى ان حياه تامر صعبه ومرهقه جدا وتتطلب القيام بواجبات عديده لم تتمكن من القيام بها في ظل وجود ثلاثه ابناء، بالاضافه الى كثره سفره وعدم تواجده، واكدت ان الانفصال شكل لها صدمه حاده ووصفت الطلاق بالصفعه ولم تكن تتخيل انفصالها عن حسني، وعاشت فترات حزن كبيره حتى فكرت في استغلال صوتها للخروج من حزنها. وأكدت بسمة بوسيل في الوقت نفسه أن علاقتها بتامر حسني مختلفة، فهما يحبان ويقدران بعضهما البعض بعيدا عن كونهما زوجين وبينهما أبناء، ولا يزال التواصل بينهما مستمرا واستشارة ومناقشة بعضهما البعض في أمورهما اليومية. وقالت بوسيل إنها عصبية جدا وغيورة جدا وذكية جدا، مشيرة لأن غيرتها لا تتمثل في الغيرة من جمال امرأة أخرى بل الغيرة على مشاعرها ونفسها، وأنها كزوجة وامرأة تستحق الكثير والمزيد من التقدير. ووصفت المرأة التي تسببت في طلاقها بالأفعى مؤكدة أنها تستحق جملة خربت البيوت، فبعد أن أمنتها على منزلها وحياتها غدرت بها وخانتها.